بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم ويعطيكم ألف ألف عافية. أنا معكم محمد ياسر من أكاديمية دراسة اللاجئين، بحييكم وبتمناكم تكونوا بألف خير. أيها الكرام، إحنا اليوم في عندنا مساق كثير مهم، وصحيح كل مساقاتنا مهمة. مساق اليوم بتكلم عن عن الاستيطان وجدار الفصل العنصري اللي بسموه هيك باسم لطيف جدار العازل. رح نتكلم اليوم عنهم على قسمين، القسم الأول الاستيطان والقسم الثاني الجدار العازل أو جدار الفصل العنصري. رح نتكلم أول شيء عن الاستيطان. بدي أكد صحصي معاي، ويفترض كل واحد فيكم معاه قدامه ألم ورقة، وبدنا نعمل نشاط. اللي بيحل النشاط بنخلي سامر يعطيه درجة في الامتحان خلال دقيقتين، يعني دقيقتين من أول ما نبدأ. اللي بيقدر يحل السؤال اللي راح أعرضه خلال دقيقتين، تابع يا أستاذ سامر وأستاذ عبير الموجودين، تابعوا معنا مين بيحله خلال دقيقتين عشان يأخذ درجة في الامتحان. متفقين؟ قال عضو الكنيسة إشاعة بلفورت سنة 1972 هاي المقولة. بدي واحد بسرعة يحكي لي شي هي هاي المقولة، وفي عندك تلميحات حرف الستة شو بساوي وحرف التسعة شو بساوي. ولما نقول قبل الدا مش معنى تراء، ممكن يكون ألف أو باء أو جيم أو تاء أو ثاء. لما يكون يقع بعد اللام أكيد ممكن يكون ميم، ممكن غير الميم، نون، ها، واو. لينا قبها مش معقول، والله رهيب هذا جوجل، ما شاء الله عليكم. أكيد يا لينا حلتيها، لينا حلتيها ولا جوجل؟ نعم. طيب سامر سجل أول واحدين، إذا ما بديش أكمل دقيقتين يعطيكم ألف عافية، سجلهم يا سامر ونتأكد منهم بس إنهم مش جوجل. فعلا العبارة لا صهيونية بدون استيطان ولا دولة بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضيهم وتسييجها. إذا باختصار شديد جدا، لما تتكلم عن كيان صهيوني لازم تتكلم عن استيطان. ما في استيطان، ما في دولة صهيونية بدون استيطان، ولا في صهيونية بدون استيطان. لازم نكون عارفين هذا يا شباب، أن الاستيطان جزء من عقيدة هذا الكيان. طيب قادة الكيان الصهيوني، هل كلامهم يؤيد ولا لا يؤيد؟ نعم. شوفوا هذا اللي يسأل، اللي صورته محطوطه على الشواكل الإسرائيلية، اللي اسمه مشي شاريت، لما كتب إلى ناحوم جولدمان سنة 1948، شوفوا شو حكى له. قال له إن إخراج العرب هو حدث رائع في تاريخ إسرائيل، كما يعتبر الحدث أروع من إقامة دولة إسرائيل نفسها. الله أكبر، يعني إخراج العرب أهم من قيام دولة إسرائيل. بن غوريون اللي هو أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، شو بقول؟ إسرائيل، بأن على إسرائيل عمل كل شيء لضمان أن لا يعود أحد من الفلسطينيين المطرودون إلى بيوتهم. لما يجي يقولوا إحنا ما طردناش الفلسطينيين، طلعوا لحالهم. هاي حبيبي رئيسك، رئيس الوزراء شو بحكي؟ ينبغي أن اصحى تخليهم يرجعوا. هو فاهم شو قاعد يسوي. كمان نتنياهو سيء الذكر، قال في ذكرى 50 احتلال القدس إننا نعمل بقوة لمصلحة مما فعلناه نحن في هذا الاتجاه. أقول لك على مدار 20 سنة وأنا رئيس حكومة، أنا بعمل الاستيطان وفش للأمانة صدق، مع أنه كذاب، صدق مع أنه كذاب. وبالمناسبة كثير من الناس، وأنا واحد منهم، بيعتبروا نتنياهو من الشخصيات التاريخية في خدمة المشروع الصهيوني. نتنياهو خدم الكيان الصهيوني خدمات عظيمة وجليلة جدا جدا جدا، أهمها الصوت بقطع يا شباب. اللي عنده فيه صوت في المشكلة يحكي لي، سمحتم اللي عنده صوت في المشكلة، أو اللي ما عنده صوت في المشكلة يحكي لي واحد أشوف. اللي عنده مشكلة يقول واحد.
يا أخي الصوت إذا قطع من عندك، أنا من عند الصوت المصدر ممتاز، فإذا قطع بكون عندك والله أعلم. أوكي حنحاول نكمل محاور المساق. شو الأمور؟ أنا رح أعلي الصوت شوية. ما هي الأمور اللي رح ندرسها الليلة؟ واحد، رح ندرس مفهوم الاستيطان، رح نتكلم عن نظرية تسمى بالعلم الاستراتيجي نظرية الهرم المقلوب، رح نتكلم عن أهداف الاستيطان، رح نتكلم عن حقائق عن الاستيطان، ورح نتكلم عن أنواع المستوطنات وعددها، ورح نتكلم أيها الكرام عن التوزيع الديموغرافي، ورح نتكلم عن القدس والاستيطان. هذا الجزء الأول من محاضرة اليوم. الجزء الثاني رح يكون عن الجدار العازل. الجدار العازل، مفهوم الاستيطان، يعني خلينا نحكي منظمة الهاغانا لما أكدت عام 1943 حكوا إن الاستيطان ليس هدفا في حد ذاته، إنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على فلسطين. إذن في الأربعين بتتكلم الهاغا على إنه الاستيطان كان وسيلة للاستيلاء السياسي على فلسطين. بن غوريون عرف الصهيونية باختصار، قال الصهيونية هي الاستيطان. الاستيطان الصهيوني ليس مشروعا اقتصاديا وليس إسكانيا، وإنما هو مشروع عسكري استراتيجي إحلالي. يفضل البعض أن يطلق عليه الاغتصاب بدل الاستيطان. إذن هو مشروع اقتصادي إحلالي سياسي عسكري استراتيجي أمني. فإذن المشروع ليس والصهيونية هي الاستيطان. الصهيونية هي الاستيطان. كنت أحكي أنا يا أستاذ روايحة، كنت أحكي إنه نتنياهو رجل تاريخي للكيان الصهيوني. نتنياهو هو الذي فتح المنطقة العربية للكيان الصهيوني، هو الذي طوع الدول العربية. نتنياهو هو الذي أقام كسر عقيدة الهند الوطنية والإنسانية، وعمل علاقات مع الهند. هند بلد غاندي اللي كان ضد الاستعمار وكذا، هو الذي دخل واحتل أفريقيا كلها. فبالحقيقة الذي يقدمه نتنياهو للمشروع الصهيوني أنا بعتبره شخصية تاريخية له. طيب تعريف الاستيطان يا جماعة، شو تعريف الاستيطان؟ قالوا الاستيطان هو ظاهرة إنسانية قديمة مارستها الشعوب، كانت تأتي من بلد إلى بلد تهاجر إليها طلبا للماء، للكلاء، للحياة، للراحة النفسية إلى غير ذلك. فكانت تيجي وتستوطنها، ويقول استوطنت الشعوب تلك المنطقة. لكن الاستعمار الاستيطاني بتحدث عنه اليوم هو لا، هو استعمار استيطاني صهيوني يستغل الأرض دون السكان، يطرد السكان ويستغل الأرض، وهو استيطان استحلالي أو إحلالي، بطرد الفلسطيني ويحل محله، ويحل العنصر السكاني الوافد محل العنصر السكاني الأصلي، فبصير هو مصير الأصلي الطرد والإبادة والقتل. وهذا هو الاستيطان الصهيوني، هذا الاستيطان الصهيوني أيها الإخوة الكرام. البعض بيقول لا ما تسموش استيطان، الان اصبح الاستيطان مصطلح. لما تقول كلمه مستوطن، عمر حد فيكم سمع كلمه مستوطن واعتبرها كلمه حلوه؟ صار مصطلح يعني انزل على هؤلاء. المستوطنات هي كل تجمع بنائي يقوم على الاراضي المسلوبه من الفلسطينيين بالقوه. يعني هذه المستوطنة معناته مجموعة من التجمعات البنائية أو السكنية، وقامت على أرض سرقت وسلبت، هي قائمة على أرض مسلوبة، هذه المستوطنة. في عندنا شيء بسموه بؤر استيطانية، وتكثر في الضفة الغربية وخاصة بكثرة في مدينة الخيول القدس. البؤر الاستيطانية، البؤرة هي النقطة الصغيرة، وهنا البؤرة الاستيطانية معناها يا شباب أيها الكرام أنه يأتي الصهاينة إلى بيت أو أرض صغيرة أو بيت، يحتلون سطح البيت، ثم بيحتلوا البيت، ثم بصير يتوسع شوي شوي. هذه بؤر استيطانية وتكثر بالخليل، وغالبا احتلال منطقة أو استملاك منطقة يبدأ في بؤرة استيطانية. لا تختلف عن الكيبوتسات، البؤرة الاستيطانية تيجي تأخذ بيت، وأهل الخليل بيعرفون اللي صار مثلا فيما يسمى بحي تا
تل رميدة في مناطق الحرم الإبراهيمي حول الحرم، كان يجي ياخذ بيت ويبدأ يتوسع فيه. تل رميدة، أحسنت يا ميسا، أحسنت يا ميسا المحتسب خليلي، لم تعرفي هذا تل رميدة؟ يعني أنا كنت وأنا طالب بالمدرسة وأنا تل رميدة إلنا، ونروح نلعب فيها ونتمشى فيها وأصحابنا وأهلنا وأحبابنا. فجأة صار تل رميدة أخذوا فيها بيت، بعدين بيتين، فالآن صارت بتقدم تمام. البؤرة هي بداية الاستيطان، بس المستوطن بيجي بيحتل جبل كامل وبيبدأ يعمر فيه ويبني إلى غير ذلك. أحسنت يا سندس، بؤر الاستيطان زي بؤر الكورونا بالانتشار. أهداف الاستيطان، مساكين هم الاستيطان بيجوا عشان يسكنوا، والله مساكين صحيح عشان يسكنوا. يا جماعة الاستيطان له أهداف حقيقة خطيرة. شوف أهداف الاستيطان، الهدف الأول تهيئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي من خلال قوات الجيش الرئيسية نفسها أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين، وانتم بتعرفوا أن كل المستوطنين مالهم مسلحين، وأكثر مستوطنات الضفة الغربية تستخدم قواعد عسكرية. الجيش لما يجي يقتحم الخليل مثلا ما بيجي من تل أبيب ولا بيجي من القدس، إنما بيجي من المستعمرات المحيطة بالخليل، تمام؟ إذن هي بالمناسبة حيجي معنا بعد نص شوية إنه من الذي ساعد كثيرا على تطهير القرى الفلسطينية سنة 1948 هي المستوطنات التي كانت مجاورة لتلك القرى. اثنين، المستوطنات رأس جسر حتى يكسب المزيد من الأراضي ونزع الملكية من الفلسطينيين، إزالة المزروعات، اقتلاع الأشجار، ما يعطيك تصريح عشان تبني بيتك، يبني أبيات قديمة، يمنعك تصلح بيتك، يهدم البيوت القديمة إلى غير ذلك. صحيح يا محمد، المستوطنات هي قواعد عسكرية، هذا صحيح. كذلك من أهداف الاستيطان أيها الكرام إيجاد الحقائق الاستيطانية الجديدة على الأرض الفلسطينية. يعني كل شوي بزيد، يعني مثلا احنا عندنا في 48 في الاربعينات في الثلاثينات في العشرينات بدأ الاستيطان، بعدين صار الاستيطان هو دولة اسرائيل. فإذا عمل حقيقة على الارض مكنته من قيام دولته هي الاستيطان. فالان في 48 ما بنحكي عن الاستيطان، صرنا نحكي عن الاستيطان في الضفة الغربية. حتى الاستيطان في الضفة الغربية ايها الاخوة صار هو الامر الواقع الان. هلا صاروا يتكلموا في المفاوضات عن تبادل الأراضي وعن كذا وعن كذا وعن كذا، ليش؟ لأنه هو يريد يفرض الأمر الواقع، وفي القانون دائما الأمر الواقع يذهب إلى التشريع، إلى 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 الشرعنة، يعني يشرعن الأمر الواقع. والله أن الاستيطان ليس مرض يا أخي حمد أحمد، الاستيطان في الضفة الغربية هو قاتل، هو السرطان، هو شيطان، هو يعني هو استيلاء على الأرض، قتل الإنسان، قتل الروح. الاستيطان دائما كان له دور في ترسيم حدود الكيان الصهيوني يا جماعة. بالثمانية وأربعين اللي رسم حدود الكيان كان له دور الاستيطان. نعم، له هدف اقتصاد الاستيطان مثل المناطق الصناعية الصهيونية التي أقامها الكيان الصهيوني. أقام مناطق صناعية كثيرة مثل بركان وكرد وشمرون، وعند غزة بيعرفوا أهل غزة منطقة إيرز هي عبارة عن منطقة صناعية. هذه المناطق استوطنوها، ومش بس استملكوها، عملوا فيها مناطق صناعية وجابوا المهجرين اللي هجروهم من بلدهم يشتغلوا في هذه المهجرات. أصبح هذه المناطق ذات يعني بعد اقتصادي. إقامة المصانع داخل المستوطنات، ولما قامت حركة البي دي اس طالبت في أوروبا هي مقاطعة، وأمريكا مقاطعة بضائع المستوطنات، لأن هذه البضاعة مقامة على أرض مغتصبة. فإذا هنا بتتكلم عن أهداف اقتصادية للاستيطان، وليست أهداف فقط يعني اللي حكينا عنها سابقا. شوف هذا الكاتب الصهيوني الشرير أوري مشتاين شو قال؟ قال لما حكى عن أهمية استراتيجية للمستوطنات، قال المستوطنات الحدودية خلال حرب الاستقلال، يعني حرب الاستقلال يقصد حرب النكبة، يقول هي التي كانت بمثابة قواعد قوية لقيادة القوات اليهودية، ولم يختصر عملها على كونها حواجز وموقع تفتيش. لذلك يصل إلى قناعة بأن الوظيفة الدفاعية والعملية الاستيطانية يكمل كل منهما الآخر، و
ولا يمكن أن يتحقق أي منهما إلا بوجود الآخر. فلتحقيق الأمن الداخلي والاستراتيجي يستلزم إحداث المزيد والمزيد من المستوطنات، وخاصة في الأماكن الحدودية التي تشكل درعا أمام الهجمات. إذن هو واضح بالنسبة له من 48 شو قاعد يسوي بالمستوطنات من الأربعينات وقبل ذلك. تاريخ الاستيطان، حكيت لكم الأستاذ روان أول مستوطنة أقيمت في فلسطين، مين بتذكرها يا جماعة؟ أول مستوطنة أقيمت في فلسطين مين بتذكرها؟ ما شاء الله عليك يا لينا، بيت حتكفى أول مستوطنة. وإن كانت هذه المستوطنة أو المغتصبة لما أقيمت لم تكن فكرتها فكرة استيطان حقيقي، بمعنى فكرة استيطان بمعنى إنها مقدمة لقيام دولة إسرائيل، إنما هي مستوطنة أسسوها لمجموعة من الصهاينة يقيموا عليها أرضهم. وهي الصور للقرية قبل وهي الصور بعد اللي مقامة في على قرية ملبس الفلسطينية. وبتكفى معناها فتحة الأمل يا شباب، يعني هذا بالنسبة لهم كان فاتحة الأمل. وكانت هذه في بداية التأسيس مستوطنة زراعية، كان هدفها إيش؟ الزراعية. لكن المستوطنة الأخطر اللي كانت ذات هدف واضح إقامة مجتمع يهودي تمهيدا لإقامة دولة يهودية، عارف شو بيشتغل؟ كانت هي سنة 1882 مستوطنة اسمها ريشون ليسيون، وهي من أكبر المدن الصهيونية من حيث عدد السكان، فيها ربع مليون إسرائيلي يسكنها الآن أو ربع مليون صهيوني. هذه المستعمرة أيها الإخوة، هذه المستعمرة لم يستطع أهالي تلك الأرض أن يدفعوا الضريبة للدولة العثمانية، فعرضت على البيع بالمزاد العلني، فاشتراها يهودي روسي على ما أعتقد، اشتراها يهودي روسي في ذاك العام وسلمها لليهود، وبدأت بإقامة وفيها أقيمت أول مدرسة يهودية وأول روضة يهودية، وأقيمت فيها أول نشيد الإسرائيلي اللي هو نشيد القوم الإسرائيلي نشد في هذه القرية وفي هذه المدينة. ثم أقيم أيها الكرام أول حفل موسيقي إسرائيلي، أول مصنع خمور صهيوني. إذن هي جماعة اللي 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 بداية الاستيطان الحقيقي، وهي اللي كانت تبشر بعملية الاستيطان والعمل الدولي والتي تعمل على إقامة الكيان الصهيوني. لا ما فينا يا دكتورة حكمة ما فينا أقول العثماني مهد الاستيطان. العثماني فرض ضرائب على الأرض، في فلاحين ما يدروش يدفعوا سووها، وهذه البريطانيين استخدموا نفس الطريقة وزادوا أكثر. ما فينا أقول إنه العثماني كان يقصد، لكن العثماني بآخر فترة العثماني بشيء من الفساد وبشيء من التهاون وإلى غير ذلك. نعم أستاذ سجود، كانت حجة الاستيطان الزراعة، كانت. وبالمناسبة لم يكن اليهود يعرفون الزراعة، الفلسطينيون هم الذين علموا اليهود الزراعة. ما هي مراحل العمليات الاستيطانية؟ مرت العمليات الاستيطانية بمراحل عديدة. نستطيع أن نقول المرحلة في سنة 1914 وصلنا 47 مستوطنة، سنة 1914، وكل المستوطنات كانت في فلسطين 48 حول البحر. يا إخوة، اليهود في تلك الفترة كتفكير استراتيجي كان يريد أن يتجمع على الساحل، لأنه كان يخشى أن يأتي للفلسطينيين مدد من العمق، من الأردن، من سوريا، من لبنان، من مصر، كان خايف العرب يكونوا كويسين ويجوا دافعوا عن فلسطين، فراح احتل الساحل حتى يبقى الطريق مفتوح عن طريق السفن للمدد الأوروبي. صحيح، حتى القدس في تلك الفترة المسجد الأقصى ما وصلوا، كان بده أمن الساحل، وأحد زعمائهم المتدينين عاب على الصهاينة إنكم رحتوا إنتوا احتليتوا الساحل ونسيتوا القدس، فقال له من أخذ الساحل أخذ القدس. المرحلة الثانية مع بداية الانتداب البريطاني واستملكوا الأرض اللي حكيت لكم عنها الأستاذ روان، وهي من أجمل وأروع
يعني الأراضي التي خلقها الله الدنيا في الدنيا، جنة الله في أرضه، في أرضه مرجب عامر التي استولى عليها الصهاينة في ذلك الوقت. وبلغ عدد المستوطنات من 1918 ل 1948 363 مستوطنة. لاحظ نشروا هذه المستوطنات في كل فلسطين من أقصى شمالها لأقصى جنوبها، بعيدا عن الضفة الغربية وغزة، ما زرعوا المستوطنات في الضفة الغربية ولا في غزة، إنما في المنطقة، في تلك المنطقة. والقرى التي دمرت عند 48 أكثرها من القرى التي كانت جوار المستوطنات، يعني المستوطنات حطوها بين القرى لتقطع المدد، لتسكر الطرق إلى غير ذلك. 49 قرية في صفد وتبرية طبرية وبسان والناصرة وحيفا ويافا، كانت هذه المستوطنات أيها الكرام، هذه القرى دمرها المستوطنون. طبعا صحيح هذه أرض مرج بن عامر، وكثير من الأراضي التي استولى عليها الصالح في تلك الفترة كان للزعماء واقتصاديين من العرب اللبنانيين والسوريين وكذا، وبعضهم باعها متعمدا إلى الصهاينة، والبعض الأكثر باعها دون أن يعلم، يعني ضحك عليه أو دون يعني، أو باعها إلى سماسرة أو إلى غير ذلك، أو باعوها لأوروبيين، لأنه زمان كان عادي يا جماعة إنك تبيع لأي أوروبي أو أمريكي أو يعني بلد مفتوحة. نعم. المرحلة الثالثة قيام الكيان الصهيوني، بدأت مرحلة أخرى من الاستيطان من الجليل شمالا حتى النقب جنوبا، وجرت خلال هذه المرحلة عمليات ترحيل ترانسفير، طرد الفلسطينيين. و صحيح يا سوزان، الحقيقة كان في تخطيط خطير من الصهاينة في تلك الفترة. من حرب 67 لليوم هي الانتقال للضفة الغربية، وهي اللي بدنا نحكي عنه يا جماعة. من 67 ل 93 كوم، ومن 93 للآن، يعني بعد أوسلو تضاعف الاستيطان مرتين، يعني يعني كانوا مستطيلين 200 ألف صاروا 600 ألف، يعني ضعفين. فبالحقيقة بعد 67 بدأت استيطان الضفة الغربية. طيب يا أستاذي، أنت احتلت الضفة الغربية كلها، طب ايش تسوي يا مستوطنات؟ لأنه يعلم أن المستوطن هو وتد الخيمة، وهو الأساس للبنيان الذي يبنيه، هو اللي بيحميه، هو الأساس، هو البنيان، هو وتد الخيمة. استخدم الكيان الصهيوني نظرية في الإدارة الاستراتيجية، أو في الاستراتيجية العسكرية، بسموها نظرية الهرم المقلوب. الأصل يا جماعة، شو الهرم المقلوب يعني؟ الأصل الهرم بيجلس على القاعدة، وأعلى الهرم فوق، مش مثلث متساوي الأضلاع، هذا بنسميها الهرم المقلوب. هذا الهرم. طب هم الصهاينة اشتغلوا الهرم المقلوب. كيف اشتغلوا الهرم المقلوب؟ يعني مثلا أول إشي، أنت بتأسس دولة ولا بتأسس جيش؟ بتأسس دولة. الصهاينة راح أسس جيش، بعدين أسس دولة. لاحظين؟ عمل اللي هي العصابات الصهيونية، هي عبارة عن هو الجيش اللي طهر فلسطين من فلسطين سنة 1948. فبالحقيقة استخدم هذه الطريقة بشكل غريب جدا. أجا عمل الكوبتسات والمزارع، جاب الكوبتسات والزراعة وبدأ يزرع وينقل. طب في حد بيعمل زراعة قبل تكون عنده دولة، والتطوير زراعة وأبحاث زراعة وكيبوتسات، تعال اتفرج. هذه الكيبوتسات هي عبارة عن تنظيمات زراعية، لكن هدفها سياسي، استيلاء على الأرض. بالمناسبة بعض منهم جاء ليعمل بالأرض فأصبح مالكا لها. الجماعة الهستدروت، الهستدروت اللي بسموها الهستدروت، اللي هي نقابة العمال، نقابة العمال الفلسطينية الصهاينة، تكونت في أوائل العشرينات. طب يا أخي، أنت ما عندك عمال ولا عندك دولة. بتعرف النقابة هي تشكيل متأخر في الدول، يعني الدولة بتصير وبصير وزراء وحكومات، وبعدين لما يعملوا نقابة، يعني نقاها، يعني ترف. هم عملوا النقابة قبل ما تكون عنده دولة. عمل نقابات، وعارف هذول العمال بدهم يربطهم مع بعض. شو معنى الكيبوتسات يا وردة؟ يا وردة، الكيبوتسات هي تجمعات زراعية صهيونية، كان يجوا على شكل مزارعين ويتجمعوا الصهاينة الشباب والبنات في هذه المزارع ويعملوا بالزراعة، وهي شكل من أشكال الاستيطان والإحلال. كما قلنا، كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا إسرائيل، حيث يوجد سلاح طيران يملك شعبا. إسرائيل عندهم طيران
وعندهم شعب ما اندمج دولة، عملوا هاي قبل ما يعملوا دولة. هذه هي نظرية الهرم المقلوب، يعني بيعمل الشيء اللي لازم آخر شيء يعمله. في زميلة أختكم حكت قبل شوي الجامعة العبرية، الجامعة العبرية سنة 1924 أو 25 تم افتتاحها، وأجل هالك سيد ذكر بالفور حضر افتتاح الجامعة العبرية. طب أنت بتعمل جامعة عبرية يا أستاذ يا محترم قبل ما يكون عندك دولة؟ بالله عليكم في ناس في الدنيا عملوا الجامعة هم فيش عندهم دولة، وين بتعمل الجامعة؟ فلاحظ كيف هم اشتغلوا. طيب الآن نتكلم عن الضفة الغربية اللي واقع حقيقة فيها الاستيطان. شوف الاستيطان تاريخه في الضفة الغربية كيف. الآن في الداخل الفلسطيني يا جماعة ما في استيطان. ليش ما في استيطان؟ لأنه كل فلسطين محتلة، كلها مستوطنة لهم، فما في استيطان. موجة الاستيطان الأولى في الضفة الغربية يا كرام من 67 إلى 76 34 مستوطنة. الثانية من 77 إلى 87 98 مستوطنة. الموجة الثالثة 88 96 12 مستوطنة. من 96 لليوم كم مستوطنة يا جماعة؟ شو كم مستوطنة؟ 269 مستوطنة. شوف العدد، شوف الـ 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 التضخم بالعدد. أحسنت يا محمود، أسسوا مقومات الدولة وبعدين إيش؟ عملوا دولة. والموجة اللي بعديها موجة جدار العازل راح نحكي عنه. إذا من 96 لليوم 269 مستوطنة. فلا لاحظوا الـ 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 العدد الكبير اللي تم في تلك الفترة. اتفرجي بالله عليك على هذه الخرطة. كل المثلثات الزرقاء أو المربعات الزرقاء الموجود هي مستوطنات. مستوطنات. تفرج. لاحظ. والمثلثات هي بؤر استيطانية. والمثلث المخروق برضو بؤر استيطانية. شوف الضفة الغربية تقريبا كل الأشكال هاي استيطانات. ما الحتة هاي اللي هي قريبة من هاي المناطق اللي الفلسطينيين خالصة. لاحظين هاي خريطة الضفة الغربية يا جماعة. هذه خريطة الضفة الغربية. كلمة متآكلة يا دكتورة لسه حلوة عليها، أكثر متآكلة. لاحظوا المستوطنات حتى 2019 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 949 ألف مستوطن في 11 كتلة استيطانية بالضفة. السنة اللي قبلها كانوا 435، يعني بسنة واحدة زادوا 40 ألف مستوطن. بسنة واحدة 40 ألف مستوطن. 2020 بدهم يزيدوا كمان 20 ألف مستوطن. ألفين واحد وأربعين مليون مستوطن، يعني بعد 20 سنة حيزيد تقريبا ضعف. هو بخطط، هو عارف شو بيشتغل وعارف شو بخطط. لاحظوا هون اللي بالجدول اللي بالعبري على الشمال، بال 2014 372 ألف، بال 2019 449 ألف. هم بولدوا ولا بزيدوا؟ بزيد، بجيبوا فلسطين من داخل، من حيفا ويافا وعكا وتل أبيب، وسكنهم وين؟ في مستوطنات الضفة الغربية. في أسماء، في المسكونة وفي غير المسكونة. شو بالله عليك هذا الجدول المبكي المحزن. سنة 1994 عدد المستوطنين في الضفة الغربية 133 ألف. سنة 2016 عدد المستوطنين في الضفة الغربية 450 ألف. ثلاث أضعاف. من جدول والله يا كرام محزن. محزن كيف اليهود استغفلونا بهذه الطريقة. من 94 لليوم كنا 133 ألف مستوطن، صرنا 450 ألف مستوطن. القدس كان فيها 152 ألف، صار القدس فيها 222 ألف. مجموع المستوطنين في الضفة الغربية كانوا 285 ألف، القدس صاروا 636 ألف. فأنت أمام مشهد مؤلم ومشهد محزن. اشتغلونا وخلينا نشتغل بحالنا وننتبه، لنسوي أمن ونسوي دكاكين ونسوي وزارات، ونسينا
اللي صار فينا. ولسه هذا مش معجبهم، مش شبعانين، راح عمل القدس عاصمة فلسطين، راح عمل صفقة القرن، راح بده يضم الأغوار، بده يضم الضفة الغربية. يا جماعة، الطريقة التي يتسارع بها عمل الاحتلال على أرض في الضفة الغربية بالحقيقة عميلة، قضية مذهلة مؤلمة، بتجيب الوجع، بتجيب الألم، بتجيب السرطان. كيف هو قاعد يفكر؟ بتسارع بسرعة بسرعة. وجاء هذا المجنون الأغبن الحقير الرئيس الأمريكي ودعمهم ودفع كل مخططاتهم بقوة غير مسبوقة. هون في الضفة الغربية عدد المستوطنات حسب المحافظات، لاحظ أكثر البؤر الاستيطانية وين؟ في القدس وحوالي القدس، القدس رام الله الخليل. لاحظ كيف؟ بده يحيط القدس، أكثر المستوطنات في القدس رام الله الخليل. لاحظين؟ مية وخمسين مستعمرة ومية وسبع بؤر استيطانية في القدس. إذا هو هدف القدس وغاية القدس. وصدقوا يا إخوة، إذا بقيت الوتيرة بهذا العمل، فإن الموضوع تهويد القدس والدخول إلى المسجد الأقصى وإلى جاري بقوة. إذا لم تحدث تغيير داخلي حقيقي، أي شيء داخل الضفة الغربية، الأمر بالحقيقة صعب في هذه الطريقة. المعطيات صعبة، والغريب أن خططهم منشورة. الدكتور عبد الستار قاسم كلكم يعرفوه من جامعة النجاح، قال الغريب أن خطة تهويد القدس منشورة موجودة، خطة لم نحكي عنها للأسف. لاحظوا ثلاث مناطق وبؤر استيطانية وين؟ في القدس والخليل ورام الله. واللي فيكم بيعرف القدس وسط، الخليل جنوب، رام الله شمال. فإذا هو يطوق الخليل كما فعلوا تماما في المسجد الإبراهيمي على غفلة من أهل الخليل، وأنا واحد منهم. عدد المستعمرين، شوف عدد المستوطنين بالله عليكم وين عددهم؟ 630 ألف. وين موجودين؟ في القدس، في رام الله. ملاحظين؟ في رام الله في القدس. طب ليش الخليل رجعت؟ بده قرب. الخليل أخذ حجم استوطنات كبيرة لكن حجم استوطنات أقل، أخذ مساحات كبرى لكن فرغها. إحنا عندنا في الخليل في مستعمرة اسمها حجاي، كان في سكون فيها سبعة، يمكن بيخدينها 4-5 آلاف دونم، وهي سبع صهاينة، 7-8 آلاف دونم، 5 آلاف دونم إلى غير ذلك. فإذا هو بالاستيطان شغال وين؟ شغال على القدس، هو عارف ماذا يفعل. من حقائق على الاستيطان، الحقيقة الأولى والمرة أنه استيطان جمعي صهيوني عسكري، هدف الهاجس الأمني. إذا الاستيطان هو ليؤمن حدودهم، هو ليس مشروعا اقتصاديا وإنما عسكري واستراتيجي. حتى لو هو عمل في اقتصاد وعمل في مستعمرات اقتصادية وزراعية وزرع وكذا، صحيح وبيشتغل اقتصاديا، بس الهدف ليس اقتصادي بالدرجة الأولى، هو استيطاني إحلالي. ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة الصهيونية، الهجرة الصهيونية بيهاجرهم بيجيبهم على البلد. ومليونورية وأثرياء اليهود كانوا يدعموا، تذكروا قبل شوي قلنا أول مستوطنة أقيمت، منين اندفع فيها؟ من المستثمرين اليهود الروس اللي شروها. إذن الأموال بتيجي عشان يجيبوا المستوطنين يشتروهم ويمكنوهم، ونحن في أموال عربية بتيجي عشان يشتروا من أراضي فلسطين ويعطوها لليهود. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل بلدة أو مدينة فلسطينية يقابلها موقع استيطاني. وين في بلدة يا جماعة؟ في جنبها موقع استيطاني للأسف، كل بلدة جنبها موقع استيطاني. المستوطنات قائمة على أرض، شوفوا هذه النقطة بأخطرها. المستوطنات قائمة على 1% من الأرض، بس مسيطرة على 42% من الأرض. ركز معي يا أيمن اللي مش كاتب اسمك. المستوطنات قائمة على 1% من الأرض لكن مسيطرة عليها على 42%، يعني هيك حجم المستوطنات في الضفة الغربية، لكن هيك حجم الأراضي اللي مخدينها. ملاحظين؟ يعني المستوطنة عدد اللي فيها عدد يهود قائمة على مثلا نقول على 5 كيلومتر، لكن حاجزين جنبها ومخذين أراضي تقولي 400 كيلومتر. ملاحظين؟ إذا المستوطنة على حجم بسيط لكن 1% من أراضي الضفة الغربية، لكن استحلت 42% من أراضي
الضفة الغربية، يعني قريب النص يا جماعة، يعني نص الضفة الغربية تقريبا مستوطنات. ناهيك عن موضوع الأراضي الألف والباء والجيم ولا غير ذلك. اللهم آمين. وأنا بنتقم دائما، بدعي دعوة الله ينتقم من كل حد كان قادر يعمل شيء وما عمله. كل واحد كان قادر يعمل شيء وما عمله. المواقع الاستيطانية تعمل على عزل كل تجمع سكان على الآخر. القوة البشرية الهائلة، الكتابة البشرية الهائلة الفلسطينية الثورية المتحركة بيعزلها، بتصير مشكلة في القدس. أهل حي الثوري بيدروش يجوا، أو أهل محي مخيم شباط بيدروش يجوا، وهكذا بالخليل. بتصير مشكلة بالحرم، أهل الخليل عندهم بوابات بيدروش يصلوا للحرم، بسكروا البوابات صارت بلوك خلاص. وتعزل المناطق. غالبية المستوطنات تحمل أسماء الأماكن العربية بس بلهجات مختلفة، يعني أجا أخذ الاسم العربي أو اسم الكنعاني. يعني مستوطنة قريات أربعة هي من وين جابها؟ قريات أربعة اسم كنعاني، راح سماها قريات أربعة لخلال اسم كنعاني ليوهمك بأنه ضارب الجذور في التاريخ، وكأن الكنعانية إله. ومثال ميسان بيتشان، يعني كثير من الأسماء العربية. ونعم، المستوطنات هي عبارة عن مراكز اللي فيها اسم مستوطنة بالخليل اسمها قريات أربعة. المستوطنات هي معاهد تعليمية دينية، فيها مصانع، فيها معسكرات، فيها مراكز توقيف أمني. بيعرفوا أهل الخليل وبيت لحم وبيت جالة وحلحول وبيت لحم لما يعتقلوا الشباب، وين يعتقلوا جماعة؟ في أي سجن؟ في أي سجن؟ وين يوقفوا؟ في أي منطقة؟ في مستعمرة كبيرة اسمها كفار عصيون. لا التوقيف، التوقيف لما يجوا الليلة ياخذوا مجموعة من الخليل باخذوهم وين؟ على عصيون. كفار عصيون هي مستوطنة بعد بيت لحم وقبل القدس، ملاحظين؟ فهو شو بسوي؟ هو بيجي بياخذ المنطقة هاي. أنا بحكي عن الجنوب، اللي عندكم بروحتوا مع الحوارة، اللي بالجنوب باخذوا مع المجنونة، أهل الظهرية والخليل وهاي أهل الجنوب الخليل دوره باخذوهم بقوم بالظهرية. فهي مراكز أمنية، مراكز تحقيق. إذا مش بس مستوطنين. والمؤلم الأكثر أنك أنت محروم من أرضك، وهو يأتي على الأرض ويجملها ويبنيها ويبني فيها الفلل والجمال. أنت محروم من أرضك وهو أتى وبنى فيها أجمل شيء، وقد تأتي تعمل بها عاملا أو تراها وتتحسر عليها. نسبة المستوطنين في الضفة الغربية إلى نسبة الفلسطينيين نسبة خطيرة يا جماعة. كل 100 ضفاوي مقابلهم 20 مستوطن، يعني 1-5، يعني كل 5 فلسطين مقابلهم مستوطن صهيوني في الضفة الغربية. وبالقدس كل 10 فلسطين مقابلهم 7 يهود. الموضوع خطير. كل 10 فلسطينيين في القدس، كل القدس مقابلهم 7 يهود، والفلسطينيين كل 5 مقابلهم 1. فإذا هو بيعمل في الضفة الغربية. يا أخي أنت أقمت دولتك في 48 وأخذت اعتراف من الأمم المتحدة، ليش جاي على الضفة الغربية؟ يا إخواننا اليهودي الصهيوني لا يعطي شيئاً، لا بفوضات ولا بكلام ولا شيء، ما بفهم هذه اللغة الصهيوني، ولا بفهم وعد، ولا بفهم ذمة، ولا بفهم حرية، ولا بفهم أخلاق. اليهود حالياً تقريباً 7 مليون. الاحتلال دمر أيها الكرام 343 مبنى، 46% منها بالقدس عام 2017. نص يعني 200 وشوي مبنى دمرهم بالقدس. وكل يوم بتشوفوا مباني للفلسطينيين يدمرها الاحتلال بالقدس. ليش بدمرها؟ لأنه هاي بده يأخذها، بده يحط عينه عليها، بده إياها. ملاحظين؟ أنواع الاستيطان. الفلسطين في كل الفلسطيني أسراء، في كل فلسطين 7 مليون، في الضفة الغربية 3 مليون، في غزة 2 مليون، وفي الداخل المحتل 2 مليون. أنواع الاستيطان. عندك أنواع من الاستيطان يا أخوة يا أخوات. الاستيطان الزراعي، حكينا عن الكوباتس بأهداف زراعية. 2، الاستيطان السياسي عشان يكون هم في سيادة سياسية. ثم الاستيطان الصناعي، المستوطن الصناعة. ثم الاستيطان المائي. يا إخوة كثير من الأهداف المستوطنات والجدار العازل السيطرة على مياه الضفة الغربية وعلى آبار الضفة الغربية. ثم الاستيطان العسكري والأمني. ثم الاستيطان الديني. غزة 2 مليون يا أستاذ كفاح، يعني بقول 2 مليون 2 بالعشرة، يعني مشيها مش بينا.
الاستيطان يشمل مناحي الحياة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الضفة الغربية بجميع مكوناتها والقدس تحديدا. طبعا معركة المياه محمود هي من معارك القوية القادمة. من المستعمرات الكبرى سواء في مكانها أو مكانتها مستعمرة جاليات أربع بالخليل وعدد سكانها 7,000، مستعمرة بيت صفافة اللي بسموها جيلو 45,000، مستعمرة جبل أبو غنيم 28,000، معالي أدوميم 35,000، كفر قدوم أو كفر قديم 3,500. هذه من أكبر المستعمرات الموجودة. طبعا في مستعمرات أخرى موجودة. هذه المستوطنات تخيلوا شوف العدد اللي فيها، بالله عليكم شوفوا 868 منشأة أمنية موجودة داخل، استخباراتية عسكرية داخل المستوطنات. يعني 800 من أول الضفة الغربية لآخر الضفة الغربية، مراكز تحقيق، مراكز استخبارات، أمن، موساد، شين بيت. 127 كنيس صهيوني فيها أحواض استحمام ودينية 10,000 متر مربع، فيها منشآت رياضية 300,000 متر مربع، فيها 211 مدرسة و68 مدرسة دينية. هذه تحديدا 2011، هذه تحديدا 2011، كل إحصائية مكتوب عند فترة حدوثها. المستوطنات والقانون الدولي. طيب هذه المستوطنات، المستوطنات داخل فلسطين محتلة 48 كلها بطلت مستوطنات، لأنها صارت كلها فلسطين محتلة، كلها مستوطنات قاتلهم الله. أما في الضفة الغربية فالقانون بيقول أنها مغتصبة، أنها مغتصبة وأنها مستعمرة وأنها مستوطنة، وأنا سميها بدك إياها يا سامية لا تزعلي. هذه المستوطنات، هذه المستوطنات يا جماعة الموجودة القانون الدولي يجرمها. الآن يا محمود إحنا متوافق، إحنا أدنى قد الصهاينة، الصهاينة 6700، إحنا 6900، ب2018-2019 إحنا بدنا نطلع عنهم، لكن للأسف يا محمود هم حاولوا يلعبوا في هذه الكفة بمسألتين، يهودية الدولة، اثنين بفصل غزة والضفة الغربية، فصل غزة تماماً ثم فصل الضفة الغربية، فصل غزة عن التأثير وفصل الضفة الغربية، موضوع يطول الحديث به. تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، اتفاقيات جنيف الأربعة. مين بيعرف شو اتفاقيات جنيف الأربعة؟ في اتفاقية اسمها اتفاقية جنيف الأربعة، هل بيعرف عن ايش تحكي اتفاقية جنيف الأربعة؟ تسمع اتفاقيات جنيف الأربعة؟ الأسرى واحدة، شروق بغداد أحسنتي، المدنيين اثنين صحيح. طيب اتفاقية جنيف الأربعة الأولى بتحكي عن أوضاع الأسرى وأوضاع اللي تنظم الحرب في الحرب البرية، ثم الثانية الجرحى وأوضاع الأسرى في حرب البحار، ثم الثالثة عن المدنيين، ثم الرابعة عن الأسرى. طب والجو؟ طب شو بنظم في الجو؟ ليش في بر وبحر؟ ليش فيش مقاتلين في الجو؟ هاي سوسن أو سوزان برغمة. احنا عندنا قلنا الاتفاقية الأولى بتنظم الجرحى والمصابين في البر، والثانية في البحر، والثالثة في المدنيين في ظل الحروب، الرابعة الأسرى. طب هو يا عمي الجو لما مصاب واحد في الجو بنزل، يا بنزل في البر يا بنزل في البحر، يا بنزل في البر يا بنزل في طيران، بس هو اللي صاب في الجو يا بنزل في البر يا بنزل في البحر. اتفاقيات جنيف الأربعة تحدثت عن الاستيطان وناهضته واعتبرته مناقض للمواثيق الدولية. ثم إن المستوطنات تنتهك الحقوق التالية: القانون الأول عدم جواز نقل سكان الأرض المحتلة الأصليين إلى أقاليم أخرى. ما يجوز تسكن هذا أرض محتلة، كيف تدخل السكان؟ ما يجوز، بأي حق تنقلهم؟ اثنين، يحظر على المحتل توطين سكانه في الأرض المحتلة. أنت احتليت أرض وتجيب سكانك فيها، مصيبة. الأمر الثالث،
القرار رقم 446 سنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي. إذا الاستيطان غير شرعي. لاحظوا عشرات النصوص القانونية التي تجرم الاستيطان، رقم 452 سنة 79 ويقضي بوقف الاستيطان في القدس وفي الضفة وعدم الاعتراف بتلك الأراضي التي تم ضمها من الاستيطان. وهذه القوانين حبر على ورق صحيح. عارفين ليش حبر على ورق؟ لأنه ما في مدافعين قويين. يا جماعة، ملف الاستيطان وملف الأسرى وملف القتل الميداني والاعتداءات بالشوارع وملف الاعتداءات اليومية، هذه ملفات رابحة جدا قانونيا لو في ناس تشتغل صح عليها، لو في مدافعين جيدين والعالم بفه بلغة الإنسانية ولغة القانون. القرار رقم 478 و465 سنة 80 الذي يجرم المستوطنات في القانون الدولي تجريم. وهذه مجموعة قرارات أخرى لكثير أدانت الاستيطان لغاية أوسلو. بعد أوسلو يمكن مرة أو مرتين أدانوا الاستيطان خلاص. بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 دولة لهذه التجمعات الاستيطانية في تصويت الأمم المتحدة سنة 160 من 71، إلا أن الكيان الصهيوني يتوسع بالاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا قطاع غزة لا الآن موقف في الضفة الغربية والقدس. صحيح لغة بعيدة عن اليهود، بس لكن لو في بتزعجهم، يعني لو عندك أنت كتائب قانونية تقاتل بتزعجهم صراحة. القدس والاستيطان، احنا حكينا بشكل عام عن القدس، لكن لأهمية الموضوع بدنا نتكلم عن القدس والاستيطان. واسمحوا لي هنا ناخذ هذا الفيلم سريعا، ركزوا معي شوي بالفيلم تكرما لا أمرا. نسمع هذا الفيلم من أفلام الأكاديمية من سلسلة رائعة اسمها عين على القدس. الاستيطان. يمثل الاستيطان الصهيوني في القدس سرطاناً توسعياً يبتلع ما يزيد عن 112 ألف دونم، أقيم فوقها 29 مستوطنة. بعد عام 67 باشر الكيان الصهيوني بحصار مدينة القدس بضرب طوق من المستوطنات التي أقيمت على أنقاض الأحياء الفلسطينية التي دمرها، في محاولة لإلغاء الوجود العربي وإخلاء القدس من أهلها وإحلال أغلبية يهودية مهاجرة. ارتبط الاستيطان بكثافة بشرية لليهود وعملية طرد وتهجير للمواطنين العرب، إضافة إلى استخدام العنف والقوة وتدمير المنازل لضمان السيطرة وتثبيت الواقع. يحظى الاستيطان الصهيوني في القدس على تأييد كبير من كافة القوى السياسية في إسرائيل وتأييد ودعم من يهود العالم. القوانين الدولية تدين الاستيطان في الأراضي المحتلة بكافة أشكاله وتعتبره عملا غير شرعي. القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة أدان الاستيطان وطالب بوقفه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في القدس قرابة 500,000 بزيادة تصل إلى 3 أضعاف عن العام 67، وهو ما يعد فشلا ذريعا لاتفاقية أوسلو وعملية السلام. ويبقى الاستيطان سرطانا يهدد القدس وإسلاميتها وعروبتها. تمام. إذا الفيلم أعطانا موجز للكلام اللي إحنا نحكيه الآن، وهو الاستيطان في مدينة القدس.
هذه سلسلة أفلام جميلة أنتجت الأكاديمية اسمها القدس هدية السماء، فيها فيلم عن الاستيطان في القدس وفيها فيلم عن الجدار العازل في القدس. بالله عليك انظر هذه الخريطة، انظر هذه الخريطة، السكان والاستيطان في مدينة القدس. اللون الأزرق هي مستوطنات إسرائيلية، الأزرق الفاتح يهودية، الجزء الغربي. المناطق العربية، المناطق العربية هي الخضراء في القدس، المناطق العربية هي المناطق الخضراء في القدس. ما رأيكم؟ لاحظين؟ احنا بنحكي هالقانونية بسيمة عشان الناس تتحرك، عشان القانونيين يشتغلوا. في فرصة كبيرة جدا قانونيا ان نقاتل قانونيا في كثير من الملفات الفلسطينية، بس للأسف في تقصير كبير من الفلسطينيين، الفلسطينيين اقصد الرسمي، والا في ناشطين حقوقيين في امريكا وفي الغرب بيشتغلوا. يعني انا طبعا يسمح، بالعكس هذا المطلوب يا استاذ ايمان. يعني مثلا الان في عشرات من القادة الصهاينة ممنوع، بخافوا يدخلوا امريكا او يدخلوا اوروبا او بريطانيا او المانيا. ليش؟ مرفوع عليهم قضايا من ناشطين الفلسطينيين الموجود في امريكا وفي بريطانيا واوروبا، قضايا جرائم حرب، فبخافوا يطلعوا. ملاحظ؟ فبالقانون ممكن ان تقاتل. يعني انا كان استاذ يدرس قانون معنا في الأكاديمية كان يقول احنا بدنا كتائب قانونيه تقاتل، كتائب قانونيه تقاتل. انت ممكن ما تحرر فلسطين بالقانون، بس ممكن تزعجه، ممكن تشغله بنفسه، ممكن يعني الى غير ذلك. لاحظوا هذه الخريطه ايها الاخوه الكرام، هذه الخريطه بتبين لك شرقي القدس وغربي القدس، اللي بسموه بالاعلام غلط قدس الشرقية وقدس الغربية. احنا ما عندنا قدس غربية وقدس شرقية، احنا قدس واحدة اسمها القدس. هذه المنطقة في شرقي القدس وهذه في غربي القدس. لاحظوا هذه المنطقة المكتوب هنا عليها الغربية وهي بالداكن او بالرصاصي، هذه منطقة اي نعم حاضر استاذ سمية، حاضر. نعم، هذه المناطق هي مناطق قدس الغربية القدس وليست القدس الغربية. القدس الغربية وفاء ما بحب هذا الاسم، لأن القدس الغربية معناها اليهود، القدس الشرقية جزء منها العرب، وعاصمة الفلسطينية على القدس الشرقية. لا، إحنا نقول القدس كلها واحدة وتسمى شرقي القدس وغربي القدس. هذا المصطلح لابد أن نحرره. نعم، لاحظ المناطق المثلثات هذه مستوطنات داخل القدس الشرقية، من القدس الغربية كلها مستوطنة، لكن لاحظ هذه مناطق، هذه مستوطنات في القدس او شرقي القدس. اسف العربية، احسنتي، انا اسف والله، اسف يا استاذة، العربية صحيح. لاحظوا في واحد خسيس اسمه ماكلين، الله لا يوفقه، الله لا يوفقه، هذا عمل خطة اسمها خطة ماكلين للقدس، وعد بالفور. شوف من متى بفكروا. هذا ماكلين كان مهندس موجود في جامعة الإسكندرية في 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 مدينة الإسكندرية في مصر. جابوا سيء الذكر هذا يخطط مدينة القدس، واللي بيقوموا فيه الصهاينة الآن كله مبني على تخطيط هذا السيء الذكر اللي اسمه ماكلين. ماكلين كيف خطط مدينة القدس؟ لاحظوا معي أيها الكرام، لاحظوا معي على الخريطة الصورة هاي، المربع الأول هذا مدينة القدس القديمة، ثم أقاموا مربعا أبيضا خلفها، والأبيض السادة هذا، هذه المنطقة ممنوع البناء فيها، ثم المنطقة هذه قليلة البناء، ثم المنطقة هذه منطقة بناء وتطوير. هذا ماكلين قال لهم ب 1918 هيك لازم تكون مدينة القدس، حسبنا الله ونعم الوكيل. المربع الأسود هذا عندي الشات، تمام، هاي شلته. خطة ماكلين هي التي وضعت حجر الأساس للجامعة العبرية، وهي التي تم افتتاحها، وهي التي وضعت حجر الأساس لمستشفى هداسة، وهو الذي تم افتتاحه في مدينة القدس، حكينا عنها. توسيع حدود القدس الشرقية من 6.5 كيلومتر إلى 71 كيلومتر، أو شرق القدس مع غرب القدس. 2،
مصادرة الأراضي، بناء المستوطنات، نقل أعداد كبيرة من اليهود إلى شرق القدس، ومحاصرة الأحياء الفلسطينية ومنعها من التوسع. 35% من مساحة المدينة المقدسة. منعوا الترخيص للعرب وحطوا عراقيل طويلة أمامها. هدموا البيوت غير المرخصة، مصادرة هويات العرب المقدسية وطردهم من القدس ويأتون من اليهود إلى القدس. تخصيص 40% من مساحة شرقي القدس ما سميت الأراضي الخضراء أو محميات طبيعية. سد منافذ جغرافية وديموغرافية تواصل المقدسين بالضفة الغربية. لو تلاحظ الآن فصلوا القدس والمقدسين عن الضفة الغربية، ما في حد من الضفة الغربية. إحنا أهلنا بالخليل مثلا أو بيت لحم أو بنابلس وجنين محروبين من المسجد الأقصى للعرب اللي عندهم يجي يطبعوا عشان يصلوا في المسجد الأقرب. كلهم تقوا وينادوا يجي يصلوا في المسجد الأقصى. وإحنا الفلسطينيين لو كنتوا صادقين كان عملتوا إنه إحنا الفلسطينيين يجي يصلي بالأقصى، يسبحونا مرة واحدة فقط في 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 رمضان كل سنة وللعمر فوق 50 للشروط اللي أنتم بتعرفوها. فبالتالي عزل الضفة الغربية، يعني لو صار أي تفرد في منطقة القدس أهل الضفة ما بيقدروا يجي يفزعوا على المقدسيين، حتى المقدسيين ما بيقدروا يفزعوا على بعضهم لأنهم القدس نفسها فصلوها عن بعض البعض في الجدار العزل زي ما بناخذ بعد شوية في المستوطنات. هاي القدس وجوه النتنة وغريبة. شوفوا الجدول هذا كم مؤلم يا جماعة، هذا الجدول كم مؤلم. بياخذ السنة عدد سكان بالعرب بسكان القدس، عرب يهود عرب يهود. بالسبعة واربعين كان القدس فيها 65,000 عربي وفيها 99,000 يهودي بالسبعة واربعين. إذن هو من ذلك الوقت هو يشتغل. لاحظ الآن هذا الإحصائية 2004، 2004 القدس فيها 237,000 فلسطيني، فيها 470,000 يهودي. محافظ على التفوق، على التفوق لصالحه. أنا عندي 237,000 وهو عنده 470,000. منذ 67 صدرت ثلث أراضي الفلسطينيين في القدس. 35% من أراضي الفلسطينيين صدرت المقدسيين. 2 19,800 فرد تركوا القدس في عام 2009. 3 261,000 مسلم 34%، وهناك 15,000 مسيحي. المسلمين بالقدس 34%، واليهود 66%. عشر مصادنا فيه مش معروف شو دينهم. 35% من يسكنون حول مدينة القدس وفي منطقة غرب رام الله وجنوب غرب نابلس، لأنه معظم المستوطنين مرتبطون رغما عنهم بمراكز العمل والخدمات. يعني أكثر المستوطنين على حدود بين القدس عشان يكونوا على حدود الداخل المحتل. طب يا أخي اسكن هناك ليش جيت عندي؟ 70% من المستوطنين يعملون داخل فلسطين المحتلة، يعني هو ساكن بالخليل أو بالقدس أو برام الله أو نابلس وجنين، لكن وين بيشتغل؟ بيشتغل بالداخل المحتل. أختم في الاستيطان الجزئية هذه ملامح مشروع واجهة القدس سنة 2008. هذا المشروع تطوير لخطة ماكلين اللي بده يسوي شيء اسمه الحوض المقدس ويربط البلدة القديمة في ضواحي القدس ويخرج منها المناطق العربية ويخليها منطقة سياحية يهودية. إذا بيخلي المنطقة الأثرية ويخليها فيها واجهة سياحية، واجهة سموه مشروع واجهة القدس. رئيس مدينة القدس سيء الذكر الذي يعمل على تطويل هذا. الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. بدنا ناخذ، سمحوني اليوم إذا تسمحوا لي بس 5 دقائق بريك تصلوا فيه. حكينا إن المحاضرة هاي أو المساق هذا بتكلم عن المستوطنات والجدار العازل. يا إيمان نعم مستعدون، أحسنت يا إيمان. المستوطنات والجدار العازل، ليش حلينا المستوطنات مع الجدار العازل؟ حلينا المستوطنات مع الجدار العازل لأنهم تقريبا نفس الموضوع. عشان نفهم شو فكرة الجدار العازل بدنا نشوف فلسطين. هذه خارطة فلسطين سنة 1948 قبل أن يتلاعب بها اليهود. هذه فلسطين ولا نعرف فلسطين غيرها.
أجوا اليهود احتلوا الجزء الفاتح هذا سنة 48، وظل قطاع غزة والضفة الغربية احتلوهم 67. إذن هذه المنطقة هي الضفة الغربية، هذه المنطقة الضفة الغربية. مساحة فلسطين طبعا 27,000 كيلومتر مربع، هذه الضفة الغربية لاحظين جنين طوباس نابلس، هذه تسمى الضفة الغربية. الضفة الغربية هذه المنطقة هي منطقة الضفة الغربية، وهذه منطقة غزة الآن بفضل الله غزة محررة، فضل المستوطنين منها. ظلت الضفة الغربية لأن كل الاستيطان حكينا عنه بالضفة الغربية، والآن نحكي عن جدار العازل. الجدار العازل أيها الإخوة أجا من هون، هاي هون. خلينا نأخذ لون تاني غير الأحمر، نأخذ مثلا اللون الأزرق. الجدار العازل يا إخوة هاي هون، هاي الجدار العازل، هاي الجدار العازل، هاي 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 هيك. شايفين الصورة؟ هذا الجدار العازل، هاي هون بصورته أوضح شوي، هاي ملاحظين؟ نعم. إذن الجدار العازل أخذ. طب ده سأل سؤال، الجدار العازل هون شفتوا كيف رسمته أنا هون؟ هايو شفتوا اللون الأزرق، أخذ لون تاني عشان أبين أكثر. هاي الجدار العازل، هاي هون هيك 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 لهون وهون لهون. سؤال، الحتة هاي ليش ما حطوش فيها جدار عازل؟ الحتة هاي ليش ما حطوش فيها جدار عازل؟ مين بيعرف؟ لا طبعا. ايوه، لان القدس اعتبروها وين؟ اعتبروها تمدد مع القدس، يعني شرقي القدس او البلده القديمه اعتبروها امتداد لغربي القدس. ولاحظوا هون بالصوره الثانيه الجدار العازل هو مش خط، كتل، كتل الزرقاء هاي، شايفين الكتل الزرقاء هاي؟ هاي اراضي اخذها وعزلها الجدار العازل، يعني هو جدار مش بس سور ما شاء ومش الحال، إنما عزل مجموعة من الأراضي معه. هذا يا إخواننا يا كرام الجدار العازل، وهنا تحول الجدار العازل إلى جدارية فنية كما فعل به الفلسطينيون، حولوا إلى جدار فنية. ليش؟ يعني صاروا يعبروا فيه بالفنانين والرسامين عن رفضهم لهذا الجدار وعن عنصريته إلى غير ذلك. لاحظوا الجمال، البعد الجمالي في هذا الجدار أو في هذا الرسم. بدنا اليوم نتكلم عن تعريف الجدار، عن أهداف الجدار، وعن بناء الجدار، وعن نتائج الجدار، وعن الجدار والصهاينة، وراح نتكلم عن الجدار والقدس والجدار والقانون الدولي. اللي فيكم دخل البكيرة أنا حطيت نسامر حط أغنية للجدار العازل، الحقيقة أغنية حلوة. يسميه بعض الجدار العازل، والحقيقة الاسم الأحلى هو جدار الفصل العنصري، أقوى من كلمة جدار عازل. يعني واحد يحط جدار عازل بين أرضه هاي وأرضه الثانية، ويحط جدار عازل يعزل الزيتونات عن الخوخات أو عن الرمانات، ويعزل الدجاج عن الأرانب، يحط جدار عازل. لكن هذا جدار فصل عنصري بني في عمق الضفة الغربية، وبدأ في بنائه سنة 2002. منهم من سماه الجدار العازل، ومنهم سماه الجدار، ومنهم سماه السياج، ومنهم من سماه السياج الأمني. وأنا التسمية التي أحبها أكثر جدار الفصل العنصري، جدار الفصل العنصري هي الاسم الأنسب، هي الاسم الأنسب. نعم. منهم من يتحدث حين الجدار فيستحضر مشابهات عنصرية، وهي مثل الأبرتايد في جنوب أفريقيا، فكما أن جنوب أفريقيا عزلوا البيض عن السود بجدر وهمية أو حقيقية، وجعلوا للسود مناطق، مواقف، أسواق، مدارس، وللبيض مدارس ومواقف، فإن الفلسطينيين في الجدار هو جدار عنصري كذلك. بالمناسبة
جدار الفصل العنصري أخطر من العنصرية الأبرتايد في جنوب أفريقيا. والسبب إنه في جنوب أفريقيا عزلوا البيض عن السود بس، أما إحنا عزلوا اليهود عن العرب وعملوا جدار وأجوا قتل العرب ويعذبوهم يضربوهم يعدموهم يصفوهم يسجنوهم ويقتلهم قيد قتل ميداني ويأخذوا أراضيهم وأموالهم إلى غير ذلك. الأمر الثاني، المشابهة الثانية، جدار برلين، مشابهة العنصرية جدار برلين الذي كان يقسم بين الألمانيتين، ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. صحيح يا إيمان حسون، راح نحكي عن القرارات. الخلفية للجدار العازل أو الخلفية التاريخية، بعض المنظرين الصهاينة بعد 67 قالوا خلينا نعمل جدار بين الضفة الغربية أو بين حدود الكيان الصهيوني يفصلوها عن بعضها. ففي بعض المنظرين من زمان، وزير الأمن الصهيوني الداخلي مشيش شاحل عمل خطة للفصل مع الإعلان إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني عن رغبته بفك الارتباط بالفلسطينيين، وقال مقولته الشهيرة: أخرجوا غزة من تل أبيب، حلوا بيدوهم عنا، هذول 2 مليون أو مليون ونص شو بده يطعمهم ويسقيهم ويسووا مشاكل، أخرجوا. فهو بده يخلي المناطق المأهولة لهم. من أهداف الجدار، الهدف المعلن أنه هدف أمني، أن الجدار بني من أجل أن يمنع الفلسطينيين المقاومين إلى التسلل للداخل الفلسطيني لتنفيذ عمليات مقاومة مشروعة ضد الصهاينة. تمام؟ إذن الهدف المعلن للجدار هدف أمني، أنه إحنا بدنا نمنع المقاومين من الوصول، وخاصة بعد اشتداد وتيرة العمل الجهادي أو العمليات الاستشهادية التي كانت تدخل إلى الداخل. لكن في الحقيقة في أهداف أخرى، وهو تثبيت الأمر الواقع بالنسبة للكيان الصهيوني. شو اللي موجود؟ نفذوه، بدنا النفذ الموجود، تثبيت الأمر الواقع فيما يخص الكيان الصهيوني. نعم، يعني هاي حدودنا السياسية. الأمر الثاني، مين اللي قال سرقة الأراضي؟ أحسنتي يا سارة. سارة بتقول انتزاع الأراضي بحجة بناء الجدار، وكانت بشكل مدروس مبرمج، بدي أخذ أراضي الفلسطينيين. الأمر الثالث، تقسيم وعزل التجمعات السكانية، وهذه أخطر النقاط أو من أخطر النقاط. تجمعات سكانية فيها كثافة، عزلها عشان ما يصير الشعب يتواصل مع بعضه في الملمات، ما يصير حالة أمن يتجمعوا الناس، ما يروح يحمي القدس، ما يقاوموا مع بعض. توفير عمق استراتيجي أمني للكيان الصهيوني، احتواء الضفة الغربية على مخزون كبير من المياه، بده ياخذ المياه هاي، بده يضم الأغوار عشان ياخذ مية الأغوار ويقضع الضفة الغربية وياخذ مية الضفة الغربية، عزل المواطن عن أرضه. صحيح، تقسيم المجال أمام المفاوض الفلسطيني، يعني المفاوض لما يفاوض يقول لي يا عمي هذول تقربش عليهم، الجدار صار موجود ما فيك تقرب عليه، فهو قاعد يصغر لك خريطة مناورتك كمفاوض، فبده يسكر المجال أمام المفاوض الفلسطيني. ابتلاع مدينة القدس وتفريغها من المقدسيين، وهذا من أخطر النقاط. في ناس عرضوا الجدار، نعم في بعض الصهاينة عرضوا الجدار، لا مش كثير يا أسماء، ما أتوقع كثير. المؤرخ الصهيوني المتقاعد موشي جفعاتي يقول: لو أتيحت لنا الآن فرصة النظر إلى ديان في قبره، فإنه لا شك فيه، مما لا شك فيه أننا سنراه يتقلب في قبره غيظا وألما لما يحدث، على اعتبار أن الجدار هو هروب من الإرهابي فلسطين، بدل ما نروح نقضي على الإرهابي فلسطين نروح نجي نبنينا جدار. شو هالجبن هذا؟ يرى جفعاتي أن الجدار الفاصل غير ناجح أمنيا، وأن الحل الأفضل هو مواجهة سكان الضفة الغربية. ليش يبني جدار؟ هو يرى بأنه جبن. نعم صحيح، في ناس آخرين لا، يعني برضو عرضوا لأسباب ثانية. قادة الجيش والأجهزة الأمنية قالوا أن الجدار هذا خروج عن المألوف في التخطيط العسكري الصهيوني، يعني مش طريقتنا أن نهرب ونحط جدار ونحبس حالنا فيه، هذه طريقة غير مألوفة، يعني ما كنا هيك. بعض المحللين العسكريين قال
إذا كانت المؤسسة الأمنية فاشلة في أنها تحمينا تحكي لنا، مش تروح بنوا جدار، كونوا شجعاء وكلمونا يا مسؤولين يا أمنيين، احكوا لنا إنكم أنتم عاجزين عن هذه القضية. الجنار إيفي تام وزعيم حزب المفدال الديني بيقول إن من يريد إثبات انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية علينا فلينظر إلى هذا الجدار الذي يبنيه الجيش. أي إنجاز يريد الفلسطينيون أكثر مما حققوه بإجبارنا على الانغلاق خلف الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. يعني بقول لك شو اللي سويتونا فينا فلسطينيين؟ خليتونا نتخبى؟ أبعدتونا؟ خليتونا نبني جدار؟ عضو الكنيسة إليوكين بقول إذا حتصير العمليات تدخل للمستوطنات، وفعلا صار كثير من العمليات تصير بالمستوطنات لأنه دخولها أسهل من دخول جدار. بنحاس فالشتاين هو أحد المستشارين أو قادة المستوطنين في الضفة الغربية بقول الجدار هذا يذكرنا بمعسكر الاعتقال أوشفيتس، وهو أحد مراكز الاعتقال أقامها النازيون اليهود في بولندا والأربعينات. أن الفرق المهم هو أن معسكرات الاعتقال بناها لنا الألمان، أما الجدار نحن بنيناه لأنفسنا. يعني هو زي معسكرات الاعتقال بس إحنا بنيناه لأنفسنا. طبعا أنا بورد القول هون وإحنا يعني مش شرط إن نصدقه لما نصدقوش، بس أقول لك كيف نفكره. طبعا أنا في بعض المحللين ممكن تقتنع فكرته. شو بقول الكيان الصهيوني كان بده فلسطين الكبرى، وكان بده الفرات إلى النيل. الآن الفرات إلى النيل ما قدرش يثبت حاله، تنازع عن غزة، تراجع عن جنوب لبنان، تراجع عن سيناء، تراجع عن جزء من أراضي اللبنانية، رجع جزء من أراضي الأردنية بغض النظر الطريقة، ثم بدأ يبني على نفسه جدار. هذا الجدار مش قادر يحمي حاله أكثر من هيك. فيقول بعض المحللين إنه هذا الجدار يبشر انحسار دولة الكيان الصهيوني. ليش؟ لأنك أنت مش قادر تمتد، فأنت إيش؟ أنت إيش؟ قاعد تبني جدار. طب يا رجال أنت كنت بدك من الفرات إلى النيل، والآن بتقدر تحمي حالك بدك تعمل جدار؟ ملاحظين؟ طبعا رب العالمين وصفهم بالجبن، لا يقاتلونكم إلا جميعا أو من وراء جدر أو فقرا محصنة أو من وراء جدر. نعم. متى بني الجدار؟ الجدار بدأ بناؤه سنة 2002، سنة 2002. مكونة الجدار، الجدار أكثر من نوع. في أول شيء جدار السلكي، يعني الجدار العازل مقصود من السلك، وبعض الشباب والبنات اللي معانا من الضفة الغربية بيعرفوا إنه هذا الجدار عبارة عن أسلاك شائكة لولبية. هذا السلك الأول، جزء أول. الثاني في خندق عرضه 4 متر وعمقه 5 متر، يأتي بعض الأسلاك عشان ما يصيرش الاقتحام. والثالث تأتي طريق مسافة 12 متر. شوفوا قديش الأراضي اللي بياخدوها عشان يبنوا هذا الجدار. النوع الثاني من الجدار هو الجدار الإسمنتي، وارتفاعه تقريبا من 4 إلى 8 متر، وهو يكون في المناطق المأهولة جدا من السكان. العرض يتراوح عرضه من مساحة، يتراوح عرض مسار الجدار بين 60 إلى 150 متر، من بين 60 إلى 150 متر. وبيمر الجدار في الحقيقة من محافظات فلسطينية، 8 محافظات فلسطينية تضم 180 تجمع فلسطيني. وطبعا ثبتت على الجدر رشاشات مع نواضير اوتوماتيكيه ممكن تطلق النار لاي حركه. نعم. والان عم بيعملوا، بحاولوا يعملوا في غزه نفس الجدار. تكلفه الجدار الكيلو المتر الواحد بيكلف 2.5 مليون دولار. الكيلو المتر الواحد 2.5 مليون دولار. مراحل بناء الجدار في لغاية 2017 بيكون بنوا 65% من الجدار 460 كيلومتر، وهناك البقية قيد البناء، وفي 200 كيلومتر لم يبنوها بعد. نتائج بناء الجدار الحقيقة يا إخوة، الجدار نتائجه كارثية على الصحة، على الزراعة، على الأرض، على التعليم، على المية، على البعد الاجتماعي إلى غير ذلك. فنتائجه كارثية.
واحدة من النتائج الكارثية على الزراعة. الجدار أيها الكرام دمر، الجدار دمر أكثر من 35 ألف متر من أنابيب الري، أنابيب شبكة الري اللي بتسقي الأراضي خاصة في شمال الضفة الغربية، منطقة جنين وقلقيلية إلى غير ذلك. هذه المناطق تدمر فيها شبكات الري الفلسطينية، تجريف 10,000 دنم زراعي، اقتلاع 83,000 شجرة زيتون وبعضها من الروم المعمر، والفلسطيني بالنسبة له شجرة الزيتون زي ابنه، وبعضهم كان جدي الله يرحمه يقول لي شجرة الزيتون أغلى من واحد منكم، بعضهم يرى أنها أغلى من ابنه. أكثر المناطق المتضررة من حيث مساحة الأراضي المصادرة والمجرفة محافظة طول كرم. أثر الجدار على الأرض، قلقيلية 72% من أراضيها الزراعية المروية فقدتها. الأخت اللي بكات من معالم القلقيلية قبل شوية حكت شيء قريب من هذا. بناء الجدار يسعى الكيان الصهيوني إلى إعلان حدود الشرقية مع الضفة الغربية، وهيك أخذ 13% من مساحة الضفة الغربية. مساحة الضفة الغربية أخذ منها 13%. البعد الاجتماعي شو سوى؟ فصل الناس عن بعض البعض، صارت البنت خلف الجدار، أبوها داخل الجدار وأهلها برا الجدار، لا أدري تزور أمها ولا أمها تزورها. صار الزيارة بدها ساعة وبدها ساعتين وبدها حدود مفتوحة، فيها مضايقات يومية إلى غير ذلك. التجمعات السكانية اللي أكثر 11700 فلسطيني، هذول وجدوا نفسهم معزولين بين خط الأخضر وبين الجدار. هذه الصورة الثانية بتوضح الجدار. بالمناسبة ما أخذوا الجدار بخط مستقيم، أخذوه بخط لولبي. ليش؟ عشان يأخذوا أكثر مساحات، بعض زي W بالإنجليزي أو M بالإنجليزي M كابيتال، عشان يأخذ أكثر مساحات. طوله 700 كيلو، طبعا الضفة بطولها مش 700 كيلو. مساحة الأراضي المصادرة لأغراض إقامة الجدار تقريبا 47-48 ألف درهم من الأراضي الأميرية غير الأراضي الخاصة. الأراضي الأميرية يعني أراضي حكومية، يعني أراضي ليست لها ملكية في جنوب الضفة وشرق الضفة ووسط الضفة الغربية، يعني 48 ألف درهم أراضي أميرية. أما أراضي الأفراد 125 ألف درهم، يعني نتكلم قريب 200 ألف درهم اللي تم مصادرتها كرمال هذا الجدار. عملوا بوابات عسكرية 73 بوابة اللي بيشتغل منها 38 بوابة، وهذه البوابات مراكز تجنيد أمني للشباب. هات هويتك تعال، شو بتشتغل، شو بتروح، فيش تروح تشتغل، لا بدي تشتغل معنا، بي مراكز تجنيد أمني، مراكز إذلال، مراكز قتل. هذه البوابات. البيوت المهددة بالهدم 4600 بيت. لاحظ الأراضي، المساحة الزرقاء هذه هي الأراضي المصادرة التي يقيم عليها الجدار. هذه المساحة، هذه الأراضي المجدرة، ركزوا معي يا جماعة، هذه الأراضي المصادرة. أما هذه المعزولة تمثل كلها نص الضفة الغربية، لا عفوا مش نص الغربية، 349 ألف درهم بين المصادر والمعزول. المصدر قليل بس المعزول مساحة أكبر. إذن هذه المساحة بين المصادرة والمعزولة 350 ألف درهم من أراضي الضفة الغربية، وبعضها من أنفس أراضي الضفة الغربية بمعنى أفضلها وأجملها. فأنت بتتكلم عن مخطط خبيث في الحقيقة. من نتائج الجدار الصحة، 73% من الأسر اللي غرب الجدار لا تستطيع الوصول للمؤسسات الصحية بالمدن. مشوار طويل صار، والطرق التفافية ونقاط تفتيش ونقاط مسكرة وبوابات مسكرة. 43% من الأسر اللي عملوا عليها دراسة صار فيها عرقلة لحركة سيارات الإسعاف على الحواجز، وكأي من سيدة فلسطينية ولدت على الحاجز أو ماتت على الحاجز. التعليم بالجدار حكاية، 3% من الطلاب في صيف تجمعات تركوا التعليم. شوف البنت كيف تروح على المدرسة، أو البنت هاي حامل السلم عشان تروح على المدرسة، لا يا عمي انسى الموضوع، فتركوا التعليم بسبب الجدار. 25% من اللي تركوا التعليم في تجمعات
تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي، لأنه صار في طرق التفافية، البنت كانت تروح على المدرسة يبقى بيتهم، صارت البنت بدأ كل يوم بدأ 5 شيكل أو 7 شيكل موصلات، الأب عنده 3-4 أولاد ما قدرش يصرف عليهم، تركوا التعليم. وفي نصهم صاروا على طرق بديلة وتأقلموا معها زي البنت هاي الصغيرة. هل الجدار قانوني؟ الجدار تمييز عنصري، وكل الاتفاقات الدولية تشير ضد الجدار، وفي اتفاقية لاهاي تحرم الجدار. وبالحقيقة هنالك قرار أشارت إليه إحدى الزميلات قبل شوية في المحكمة العدل الدولية في لاهاي، لما قدمت رأيا استشاريا في الجدار العازل سنة 2003. بالحقيقة هذه من أفضل الانتصارات القانونية للقضية الفلسطينية، لكن للأسف ما في متابعة. هذا الجدار أصدرت محكمة العدل الدولية رأي استشاري قالت فيه بأن هذا الجدار 150 عضو في الجمعية الأمم المتحدة أكدوا 6 منهم تحفظوا منهم الكيان الصهيوني. قالوا بناء الجدار عمل لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية عديدة وما فيه قانون، وفيه إعاقة لحرية ونقل الفلسطينيين. المحكمة قالت حق الكيان الصهيوني المشروع في الدفاع عن نفسه هو المشروع لا يبرر الانتهاكات، يعني تدافع عن نفسك بس لا تنتهك حقوق الناس. دعا القرار إلى تفكيك الجدار فورا وتعويض من تعرضوا للضرر. اعتبرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بناء الجدار عمل غير مشروع ومخالف وينبغي أن يهدم ويزال. طبعا محكمة العدل الصهيونية ردت عليهم بقرار من محكمة العدل الصهيونية، قالت أن الجدار مؤقت لاعتبارات أبدية. الجدار ومدينة القدس الحقيقة، الجدار فعلا يعزل مدينة القدس ويستمر في عزل المدينة. طول الجدار في القدس 142 كيلو. شوفوا كيف الجدار يحيط القدس، هكذا الجدار يحيط القدس في هذه الطريقة. لاحظوا هاي الجدار القدس. طب ليش الجدار يحيط القدس من 3 جهات يا شباب؟ لماذا الجدار يحيط في القدس من 3 جهات؟ ها أحسنت يا لينا، لينا قبها ما شاء الله عليك. الجهة الرابعة هي جهة القدس الشرقي القدس، فبالتالي هذه بالنسبة لهم. أما القدس المدينة والمسجد الأقصى للأسف صارت داخل هذا الجدار. عمل الجدار على تقسيم محافظة القدس إلى مقاطع معزولة. الجدار ضم المعسكر المستوطنات والبؤر الاستيطانية دخلت داخل الجدار. الأحياء العربية طلعوها برا الجدار. بالله عليكم شوفوا لي هذه القاعدة ما أخطرها. هذه المعادلة هي مدينة القدس اللي بسموها هم أورشليم القدس. هذه المعادلة قالت أن أورشليم تساوي غربي القدس اللي احتلت 48 زائد شرقي القدس اللي احتلت 67 زائد مستوطنات الضفة الغربية ناقص التجمعات العربية ذات الكثافة السكانية العالية. إذن مدينة القدس بين قوسين الصهيونية اليهودية أو أورشليم القدس هي فلسطين غرب القدس زائد مناطق شرق القدس اللي احتلت زائد المستوطنات، بس قيموا منها شعفاط وهالأماكن حزمة وبيت هالمناطق شوية اللي فيها كثافة سكانية كثيرة شيلوا بالناشية. القدس خسرت 90% من أراضيها. الجدار ضرب اقتصاد مدينة القدس ضربة قاضية، مع الاستيطان قضى عليها. فصل الجدار الأحياء والضواحي الشرقية للمدينة مدينة القدس. الجدار في القدس حصر أحياء بكاملها. 60,000 نسمة من أهل مدينة القدس حصرهم الجدار. الجدار أخرج 120,000 مقدسي من مدينة القدس. بتسكر البوابة صاروا هذول برا. 120,000 مقدسي. كفر عقب، سمير رميس، قلنديا، مخيم شعفاط، رأس خميس طلعهم برا. ما فيهم، صارت مشكلة في الأقصى ما فيهم يجوا. الصهاينة بسكروا الباب خلاص. سيسقط الجدار ومن بناه بإذن الله تعالى.
راح تسمحوا لي ناخذ واختم به صحيح، ناخذ هذا الفيلم، هذا الفيلم الصغير عن عن الجدار العازل في القدس. جدار الفصل العنصري حول القدس. 15 عاماً على بدء بنائه حول القدس، حيث يحيط بالمدينة من ثلاث جهات بطول 142 كيلومتراً، ويهدف الكيان الصهيوني من خلاله فرض حقائق على الأرض في الديموغرافيا والجغرافيا. أخرج الجدار 120 ألف مقدسي خارج حدود بلدية القدس، وحول التجمعات العربية إلى معازل مطوقة بالمستوطنات، بما يمهد لتشكيل ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني. شكل الجدار ضربة قاضية للاقتصاد المقدسي، حيث خسرت المدينة 90% من أراضيها، كما ضيق على الحركة التجارية في المدينة وزيارة الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة. قلل كذلك فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، حيث يضطر 20% تقريبا من تلاميذ مدارس الأوقاف ومعلميهم اجتياز حاجز تفتيش بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم في شرق القدس. أظهر التقرير الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار عام 2004 اعتبار الجدار غير شرعي، ودعا إلى ضرورة وقف بنائه وتفكيك ما بني منه ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر بسبب الجدار. لن يتم اقتلاع الفلسطيني من قدسه، فهي منه وهو منها، ولسان حاله يقول سوف نبقى هنا. هذا تقريبا فيما تعلق في محاضرة اليوم، وبارك الله فيكم. إذا في سؤال على السريع ممكن أنا أستقبله، وشكرا جزيلا لكم. سامحوني على الإطالة، وسامحوني إذا استعجلت شوي. الأخت اللي قال الدكتور كان مستعجل، الله يعطيكم العافية. طبعا المادة بتصلكم الليلة بكرة أو بضاعها سامر على المنصة إن شاء الله تعالى. السؤال مهم، لماذا الفلسطين بيملوا؟ نعم. الله يعافيكم، أنتم الرائعين والله. الأفلام موجودة على قناة الأكاديمية على اليوتيوب، صحيح. أنتم الرائعين والله، بتشرف فيكم. والله ابتقار، صحيح. شكرا أمل، الله يبارك فيكم. لا الفيديو هذا بس هيك إشارة بسيطة عن القدس، لا المطلوب تشوفوا المادة كلها. والله يا أستاذ محمد عرفة، أنت من الخليل أو من القدس بعرفش، يعني أنت أعلم مني. تكبير يد المقاومة الفلسطينية في الضفة وفي القدس بكل أنواعها طبعا أعطى اليهود والصهاينة مساحة ليعربدوا، صحيح. التطبيع هنا محاضرة إن شاء الله جاية في الجدول، لو تشوفوا الجدول بتلاقي هنا محاضرة عن التطبيع. ما في شيء اسمه تطوع بعض الفلسطينيين. في بعض الفلسطينيين من 48 وخاصة من الدروز لاعتبارات بتجندوا بالجيش الصهيوني، والجيش الصهيوني عمل قيود كثيرة على الفلسطينيين يجبرهم يتطوعوا بالجيش. في نسبة كبيرة من الفلسطينيين رفضت، وفي البعض نعم. والله يا بشرى صحيح، لازم نتلمس الدور معنا. احنا شو نسوي؟ احنا في دورنا في الأكاديمية الحد الأدنى أن نصنع الوعي، نحطكم في المشكلة، نقول لكم يا جماعة هاي المشكلة، بعدين بدنا كيف نشتغل على حلها. وفي عنا محاضرة يريم عن مخطط الضم،
وعندنا محاضرة كمان. نعم، نعلين من أكثر المناطق اللي عانت من الجدار. صحيح، أنتوا الأروع يا ريما، الله يرضى عليك يا أختي، الله يعطيكم العافية، وسعدت بكم وتصبحون على خير.